بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها وبكل قوة عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عزيزي المشاهد، اول فقرة معانا هي من نادي الزمالك. نادي الزمالك في نصف نهائي بطولة البال بيخسر هزيمة ساحقة مدوية أمام نادي الاتحاد المنستيري 88-81 مع الرأفة. نادي الزمالك اللي اتصرف على الفرقة أموال طائلة لا حصر لها، بيتنظم بطولة على أرض مصر عشان خاطر نادي الزمالك وعشان خاطر الزمالك يقدر يتأهل لبطولة البال ونهائيات البال. الزمالك بيتعاقد مع 4 محترفين أجانب، كل محترف بياخد شيء وشويات وبياخدوا فلوس بالعملة الصعبة، لكن مش مشكلة، أهم حاجة إن الزمالك يكون مبسوط، أهم حاجة جمهور الزمالك ينام مبسوط وتوت توت توت. جمهور الزمالك على طول دايما يبقى مبسوط في ألعاب الصلاة يا جماعة. فالزمالك النهاردة كان يمني النفس انه يكسب بطولة البال عشان مصر تنظم له تاني ما يسمى ببطولة انتر كونتيننتال كاب، اللي جمهور الزمالك بيحاول يقنع نفسه هو الاول وبيحاول يقنعنا ان دي اسمها كاس العالم للاندية لكرة السلة، بطولة بيشارك فيها 4 اندية، بطولة مش لاقي اصلا حد يرعاها، مش لاقي حد ينظمها اساسا لان مفيش رعاة ولا في شركات عايزة تعمل اعلانات، حتى بسكوت فتافيت السكر مش عايزين يعملوا ولا بسكوت، مفيش اي شركة اعلانات عايزة تخش كراعي للبطولة. فمصر عشان خاطر الزمالك يشارك ويبقى اسمه اول نادي مصري يشارك في هذه البطولة، فمصر استضافت هذه البطولة. جميل جدا. ماذا فعل الزمالك في هذه البطولة؟ بطولة انتر كونتيننتال كاب، ليس كاس العالم ولكن بطولة ما وراء القارات. بيخرج نادي الزمالك المركز الرابع من 4 اندية، لو كان في 10 كان ممكن الزمالك يطلع العاشر. المهم نظمنا له بطولة عشان ياخد ميدالية، ما عرفش ياخد، فدنا جبنا له احنا ولأول مرة في التاريخ في مركز رابع ياخد ميدالية، يعني ميدالية بقى، في ميدالية ذهب، ميدالية فضة، ميدالية برونز، ما عرفش الميدالية بتاعت الرابع دي اسمها ايه، خدوها مش مشكلة. نظمنا البطولة بتاعت التصفيات بتاعت البال للمرة التانية عشان الزمالك يوصل للنهائيات ويبقى عنده فرصة للفوز بالبطولة، وتعاقدنا مع 4 محترفين، ومع ان الزمالك بيمر بظروف صعبة جدا مش لاقين فلوس عشان يدفعوا للعيبة، لكن رحنا جبنا لهم 4 اجانب عشان يقدروا يشاركوا ويكسبوا البطولة للعام التاني على التوالي. راح الزمالك كسب مباراة واحدة بس اللي كسبها، تأهل لنصف النهائي. يعني الزمالك لعب مباراة كسبها قدام فريق اسمه سولاك من غينيا، بعد كده تاني مباراة الدور قبل النهائي على طول قدام المنستير، الاتحاد المنستيري التونسي. عايز اقول لك ان الفارق في بعض اوقات المباراة وصل ل 17 نقطة، يعني انت بتلعب نفسك، لكن في النهاية الفارق انتهى ل7 نقاط. وهنا عايز اذكر جمهور الزمالك بحاجتين. جمهور الزمالك في تصفيات البال اللي كانت من 3-4 أسابيع تقريبا، واللي راح شيكابالا عمل البروباجندا بتوعه والألباندا بتاعته بتاعت كل مرة، واتشتم أوجستي بوش. يا جماعة والله ربنا يمهل ولا يهمل. أوجستي بوش اللي كان السبب الرئيسي والأول والأخير في فوز الزمالك ببطولة البال لأول مرة في تاريخه، جمهور الزمالك رد له الجميل في صالة الملعب في تصفيات البال التانية اللي هي كانت من 3 أسابيع. أوجستي بوش الاتحاد الأفريقي بعت له دعوة عشان يحضر بعض المباريات. الراجل راح يحضر ماتش للزمالك في التصفيات، الجمهور شتم أوجستي بوش وطلبه انه يرحل من الصالة ونسي الجميل بتاعه وما قدمه أوجستي بوش في البطولة اللي كسبها الزمالك. عشان ربك سبحانه وتعالى ينتقم من نادي الزمالك ويرد ليهم الصعصعين وينتقم لصالح أوجستي بوش ان الزمالك يخرج بدري من البطولة. وهنا السؤال لجمهور الزمالك اللي كان بيتريق على أوجستي بوش ويقول له ادي كسبت البال عشان تروح تكسب بطولة دوري المرتبط وتكسب بطولة
الجمهوريه وبتكسب بطوله المنطقه ومش عارف الكلام ده كله. عايز اقول لك ان الاهلي مع اوجستي بوش حصل على 5 بطولات من 5 بطولات، بطوله منطقه القاهره، دوري المرتبط، دوري السوبر، كاس مصر، بطوله عربيه. الزمالك خرج 0 بطولات، لا خد دوري ولا خد كاس ولا دوري سوبر ولا دوري مرتبط ولا خد البال ولا خد اي حاجه في اي حاجه. ده اوجستي بوش يا خالد يا غندور اللي كنت طالع تتريق وتقول الزمالك هو اللي عمل اوجستي بوش. لا، انا بقولها وبعلو الصوت، اللي كسب الزمالك بطوله البال هو اوجستي بوش وليس الزمالك ولا اداره نادي الزمالك. عايز اقول لك المهندس عادل القيع امبارح قال جمله لو فهمتها هتعرف قد ايه في شروط وتضييق في قناه النادي الاهلي. مهندس عادل القيع اتسال سؤال من كابتن شوبير في بدايه حواره، قال له تحب نتكلم في ايه؟ قال له اتكلم في اللي انت عايز تتكلم فيه، انا معاك في اي حاجه. استاذ ابراهيم المنيسي الصحفي الاهلاوي المحترم، شوفوا دلوقتي هو فتح قناه على اليوتيوب بيطلع يحكي اللي هو عايزه، مفيش اي تضييق. بص على صديقنا احمد اسامه برضه على قناته بيتكلم اللي هو عايزه، لكن في قناه الاهلي في حدود، قناه الاهلي في تضييق، اوعى تقول اللي في نفسك، لا، في اشتراطات كده امن وسلامه ما تجيش ناحيتها، اوعى. في قناتك على اليوتيوب قول اللي انت عايزه. عشان كده امبارح المهندس عادل القيعي كان متاح لي مساحه كبيره في الراي وابداء الراي والتعبير، كان بيقول اللي هو عايزه، كان بيقول اللي هو عايزه. اتمنى ان قناه النادي الاهلي تعود لسابق عهدنا بها باذن الرحمن. طيب النهارده الاخ سيف، بص في ورقتك، ساب خسارة الزمالك، ما اتكلمش النهاردة على فكرة على خسارة الزمالك خالص بالرغم ان الماتش خلصان قبل الحلقة بتاعته. سيف بص في ورقتك اللي ما كانش بيسيب اي انتصار لنادي الزمالك في اي لعبة، ان شاء الله بلي مسافات طويلة، كان بيطلع يفضل ساعة مقدمة ساعة يمدح في الادارة ويمدح في مرتضى منصور لمجرد ان الزمالك بيكسب في مباراة في العاب البلي، كان بيطلع يمتدح في الادارة. النهاردة بدأ حلقته ما جابش اي سيرة عن خسارة الزمالك في بطولة البال وخروجه 0-2 في ابطال السلة او العاب السلة. كان بيعمل قبل كده قصائد شعر في رئيس نادي الزمالك، قعد يتكلم على ان الدنيا وردي، الدنيا ربيع والجو بديع وقفل على كل المواضيع. قال لك الزمالك زي الفل، الزمالك ما فيهوش مشاكل، الزمالك فيه فلوس، الزمالك فيه صفقات تقيلة، واشرف بن شركه هيجدد، وطارق حامد هيجدد، وابو جبل هيجدد، ومفيش اي مشكله، لا ابو جبل عامل مشكله ولا عواد عامل مشكله، والدنيا جميله والدنيا حلوه ومزهزهه وزي الفل زي الفل. ده مش بس كده، ده الزمالك هيعمل صفقه هتقلب مصر، هتقلب الكره في مصر. يا جماعه تحس ان سيف، بص في ورقتك، ده مش اعلامي، ده اخصائي اجتماعي جاي يحل مشاكل النادي. الراجل بيتكلم في حاجة والواقع حاجة تانية خالص خالص. يعني لعبة الزمالك عاملة مشاكل وعاملة أزمات بسبب مستحقاتها المالية، تلاقي سيف بص في ورقتك يقول لك الدنيا ربيع والجو بديع. يا ابني ده أشرف بن شرقي ماشي، يقول لك لا ده أشرف بن شرقي توقعي هيجدد. هو في إعلامي محترم، في إعلامي محترم يطلع يقول خبر يقول توقعي كذا، توقعي بن شرقي هيجدد، توقعي الزمالك هيتعاقد مع صفقات تقيله، توقع ده برامج توقعات، ده بقى ده برامج ابراج، برنامج ابراج، برجك اليوم وحظك اليوم، توقعي وتنبؤي. لا، ده انت اعلامي المفروض تطلع بمعلومه، يتقدم معلومه يتقعد في البيت جنب الست الوالده، انما ما ينفعش النهارده تطلع تقول لي كل معلومه توقعي تنبؤي مش عارف ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ عايز تطبل للزمالك طبل، لكن مش بالشكل المزري ده. قلب على النادي الاهلي، قال لك ايه بقى؟ قال لك الاهلي توقعي والله اعلم كهربا ماشي خلاص. بصوا بقى يا جماعه، البرامج من دلوقتي هتشتغل على كهربا خلاص. الاربع خمس شهور خلصوا بتوع كهربا، لما راح تركيا رجع كهربا
خلاص اي برنامج ما عندهوش ماتيريال، ما عندهوش ماده اخباريه يقولها، هيطلع يقضي البرنامج كله على كهرباء. كهرباء رجع، المشاكل رجعت كل يوم والتاني، هتلاقي خناقه شكل، ده ايش كهرباء ضرب موسيماني بالشلوت، لا ده كهرباء ضرب سيد عبد الحفيظ بالشلوت، لا ده كهرباء مسك الحزام ونزل في لعيبه الاهلي ضرب، لا 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 ده مش ايه ده، هو كهرباء لسه رجع الاهلي؟ كهرباء لسه مش على قوه النادي الاهلي، كهرباء لسه لحد شهر 8 الجاي ليس على قوه النادي الاهلي. فانت بتتكلم على اساس ايه؟ كهرباء هيطلع اعاره تاني، وكهرباء موسيماني مش عايزه، وكهرباء مش عارف ايه، وبيتكلم كانه قاعد في الغرف المغلقه، وان موسيماني قال لهم خلاص على الطلاب الثلاثه من عايز كهرباء تاني، ده بيحسسك بكده يعني. ما تفهمش، ما تفهمش سيف ده دماغه فيها ايه. عايز اقول لك الاخ ثروت سويلم، ثروت بي سويلم، طالع يقول لك مين يقدر يظلم الاهلي؟ احنا كرابطه انديه نظلم الاهلي؟ ده كل اعضاء رابطه الانديه اهلاويه. يا جماعه بالله عليكم بلاش بلاش الاسلوب ده، يعني اللهم اكفني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم. كم من مصيبه وكم من كارثه وكم من بلوى بتيجي ممن يخرجون في الاعلام ويقول لك انا اهلاوي. فاكرين الاستاذ بتاع ليس كل ما يعرف يقال؟ فاكرينه كان يعمل المصيبه من دول ويطلع يقول لك انا اهلاوي، ابو خبه الدلدول يبهدل الاهلي وبيدمر الاهلي وبيعمل كل حاجه ضد الاهلي ويطلع لك انا اهلاوي. يا جماعه في ايه؟ كم من مصيبه تاتي من كل مدعي بالاهلاويه بتاعته. انا مش عايزك تطلع تقول في الاعلام انا اهلاوي، انا عايز اشوف افعالك يا رجل، ورينا افعالك قبل ما تطلع تقول انا اهلاوي ولا مش اهلاوي. اهلاوي ازاي وانت بتوقع في النادي الاهلي؟ يعني النادي الاهلي ساق عليكم طوب الارض عشان ياجل ماتش ايسترن، كنتوا رافضين وما وافقتوش الا لما الاهلي قال لك انا هلعب بدون الدوليين، هلعب بدون الدوليين، ساعتها وافقتوا. انت لو انت بتقول لي كلنا اهلاوي محدش يظلم الاهلي، شوف الاهلي بيحصل له ايه من الحكام، شوف الاهلي بيحصل له ايه من عصام عبد الفتاح، شوف الاهلي بيحصل له ايه من حكام عصام عبد الفتاح. وعلى النقيض، وعلى النقيض بص المنافس بتاعه بيحصل له ايه. فبلاش والنبي فكره ان انا كل ما عاوز اضرب في الاهلي اطلع اقول انا اهلاوي ومش عارف مين اهلاوي. طب ما هو بتاع البص فراتك ولا ليس كل ما يعرف يقال ودانا في داهيه ولبسنا في الحيط في كاس العالم وطلع قال لك انا اهلاوي برضه. ادى ايقاف للشناوي 4 ماتشات من غير ما يعمل حاجه الشناوي وطلع يقول لك اصل انا اهلاوي. هو انت تموتني وتقول لي انا اهلاوي افرح بيك؟ مع انك ما بقيت اهلاوي ولا يوعد تبقى اهلاوي. اي حد يضر النادي الاهلي. هو انا افرح انك تطلع تقول لي في الاعلام انا اهلاوي؟ مش عايزك تطلع تقولها، ولا يشرفني ان اي حد يضر الاهلي يطلع يقول ان هو اهلاوي. طيب عايز اقول لك ان في خناقه دلوقتي دايره بين امير مرتضى وبين الاستاذ النائب احمد دياب. معرفش امير مرتضى شكله بينسى. استاذ امير لك مني كامل الاحترام والتقدير، وهنا في قناتنا احنا بنحترم الكل. لكن يا استاذ امير عايز اوضح لك معلومه ممكن تكون غايبه عنك. استاذ امير شايف ان يا جماعه ازاي احمد دياب يطلع يتكلم عن لاعب زي عمر كمال عبد الواحد وهو في نفس الوقت رئيس رابطه الانديه، وانت يا احمد يا دياب بتتكلم على اساس ايه؟ قال لك في تداخل في المصالح، ازاي احمد دياب يبقى شغال في فيوتشر، وازاي يبقى احمد دياب رئيس رابطه الانديه والدنيا متدربكه في بعض. عايز ابين للاستاذ امير مرتضى، من سنتين ثلاثه كان في حاجه اسمها رابطه الانديه على فكره. تفتكروا مين كان رئيس رابطه الانديه؟ اسرح بخيالك كده، تفتكروا مين؟ ايوه زي ما انت قلت، ايوه ايوه الراجل المحترم اللي قال في الكومنتات، الاستاذ مرتضى منصور كان هو رئيس رابطه الانديه، وكان في نفس الوقت هو رئيس نادي الزمالك. كان رئيس رابطه الانديه وكان رئيس نادي الزمالك. عادي عادي الاستاذ احمد دياب ايه اللي يمنع انه يكون عنده ملكيه خاصه لنادي خاص وفي نفس الوقت يكون متواجد في رابطه الانديه المحترفه؟ ما نادي الزمالك عنده خالد رفعت في رابطه الانديه. هو مش من حق الزمالك يعين خالد رفعت؟ متعين خالد رفعت، لكن اللائحه بتقول ايه؟ بتقول لك ما يكونش من اعضاء الرابطه يكون عضو في مجلس اداره نادي لكن ليس مالكا لنادي. وبعدين تعالى هنا، هو انت لسه فاكر النهارده تفتكر الاستاذ احمد دياب كنت فين من شهور يا بيه؟
ولا عشان المصالح ما تصالحتش والمراكب السايرة ما عامتش؟ فنبدأ نخبط في الراجل أحمد دياب المحترم. الأخ مدحت شلبي، يعني أنا ما أعرفش والله العظيم ثلاثة، أنا ما أعرف يعني في إيه مدحت يا شلبي؟ إحنا كل ما بننساك بترجع تفكرنا بيك تاني ليه؟ مدحت شلبي النهاردة بيتكلم على إن النادي الأهلي يا جماعة إزاي الأهلي بيقول إن اللعيبة مجهدة ومراهقة من الماتشات، وإن لعيبة الأهلي إحنا ملاعبنا جميلة وملاعبنا زي الفل والدنيا ربيع والجو بديع، إيه يعني ملاعب يلعب كل 3 أيام ويلعب كل يومين ويلعب كل يوم كمان؟ في إيه يعني؟ اللعيبة مش رجالة ولا إيه؟ ما تنشافوا كده يا جماعة. كابتن مدحت شلبي شلبوكة ملك الدربوكة بيقول للعيبة الأهلي انشافوا استرجلوا حبتين، فيها ايه لما نلعب كل ساعة ماتش؟ عادي جدا عادي جدا، وكأننا بنلعب في الشارع تحت بيت ام عبير. بنلعب عند بيت ام عبير يا كابتن مدحت، هنلعب كل 3 ايام عادي. هي اللعيبة دي مش بشر يا كابتن؟ ده انت محمد صلاح النهاردة لما راح كاس الامم الافريقية واتطحن في كاس الامم الافريقية، شوف رجع مستوى كان عامل ازاي. لحد فترة قريبة كان مستوى محمد صلاح رايح وملحقش نفسه في بطولة الدوري في الهداف اللي في اخر الاسابيع. ده محمد صلاح انا بتكلم على احسن لاعب في العالم، ما بالك بلعيب النادي الاهلي اللي بيطحنوا وبيدعكوا سفر في كل بلدان افريقيا وبيجي يلعب في القاهرة ويروح اسكندرية ومن اسكندرية للمحلة ومن المحلة مش عارف لفين ويرجع القاهرة. كان الله في عون لعيبة النادي الاهلي يا كابتن مدحت. هو انت مفكر لعيبة الاهلي لابسين كوتونيل ولا ايه؟ فوق يا كابتن مدحت الله يهديك، انت نجم كبير، لكن عيب قوي. عيب قوي يا كابتن مدحت اللي انت بتقوله، عيب قوي يا كابتن مدحت هجومك على النادي الاهلي في عمال على بطال. الاهلي بيمثل مصر في بطولة مهمة، الاهلي بيمثل مصر في بطولة اسمها نهائي دوري ابطال افريقيا. يا كابتن مدحت كنت اتمنى انك تقوم بدورك كاعلامي محترم، تحشد تقف تساند وتدعم نادي بلدك، نادي بلدك اللي بيشرف بلدك في الكورة. لكن كابتن مدحت طالع يدينا محاضرة ان ازاي الاهلي يطلب تأجيل ماتش والاهلي بيبوظ البطولة. يلا.